نفسي ومن شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان باستشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، وأتقدم له بالتهاني والتبريك بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الموسوي الخميني، وأتقدم للشعب الإيراني المجاهد وللأمة الإسلامية بهذه المناسبة. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الزورق المبحر نحو السماء، قف تكلم، ما هو سر العروج؟ ما هو سر العشق؟ دلنا على ذاك الطريق. أخي وعزيزي أبا حسن، على ما استعجلت الرحيل؟ الطريق شاق وطويل ويحتاج للرجال، وأنت خير الرجال وخير الدليل. أخي وحبيبي، على ما استعجلت الرحيل؟ كل الشهداء عندما يهوون للشهادة فإنهم يعتنقون الأرض ويروونها من عبق دمائهم، إلا أنك اخترت البحر وتظللت بالسماء لتكون الدنيا كل الدنيا شاهدة على بطولاتك. قلت حقا وصدقت فعلا، حرية أو شهادة. قلت حقا وصدقت فعلا، حرية أو شهادة. رحلت وأنت قابض على الزناد، مقاوم مقدام. رضا لم يكن شخصا عاديا أبدا، بل كان شخصا استثنائيا، والمقاومة كانت ولا زالت تحتاج للرجال الاستثنائيين ليشقوا طريقها رغم الصعوبات والمعوقات التي تعتري هذا الطريق. ذاك لأن كل المقاومات في بداياتها تلقى معارضة العدو قبل الصديق، ولا يلتحق الناس بها إلا بعد أن تحقق إنجازات وانتصارات على العدو، وبعد أن تثبت أن العدو هش ضعيف. لقد
أضحت المقاومة الإسلامية في البحرين أمراً واقعاً، وقد شهد لها العدو قبل الصديق أنها مقاومة نوعية حرفية وباسلة. كل الدراسات والبحوث التي يكتبها العدو الأمريكي والصهيوني عن المقاومة في البحرين تجد فيها اعترافا واضحا بالخوف والهلع من مستقبل المقاومة في البحرين. والحديث عن التحديات التي تعتر المقاومة أمر طبيعي جدا، وكل المقاومات على مر التاريخ مرت بمثل هذه التحديات، وهي تحديات طبيعية تكلف الناس في حياتهم وأمنهم واستقرارهم وحرياتهم وأهليهم ومالهم. إلا أنها تحديات في سياقها الطبيعي الذي ينبغي أن لا تكون عائقاً أو محبطاً أو مثبطاً لحركة المقاومة. والنتيجة الطبيعية لهذه التضحيات هي أن الله سبحانه وتعالى ينزل نصره على المقاومين والمضحين والصابرين ولو بعد حين. لقد قيل للمقاومات من قبلنا أن العين لا تقاوم المخرز، ولكن العين انتصرت في نهاية المطاف على من يعتقده الضعفاء أنها مخرزا. متى حصلت مقاومة من المقاومات في التاريخ على إجماع الشعوب؟ كل المقاومات على مر العصور لم تلقى إجماعا إلا بعد انتصاراتها وإنجازاتها. والقرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة البشرية بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. متى يدخلون في دين الله؟ إذا تحقق النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لقد غدت المقاومة الإسلامية في البحرين جزءا لا يتجزأ من محور المقاومة، والعدو واحد والقضية واحدة والهدف واحد. والعدو أيضا يصنف المقاومة بهذا التصنيف ويتعامل معها على أنها جزء من محور المقاومة، وكل الشواهد الفعلية قبل القولية تؤكد على ذلك، بدءا من وضعها على قائمة الإرهاب الدولية وانتهاءا بتقديم الدعم الفني والعسكري والاستخباراتي للقضاء على المقاومة في البحرين. نحن اليوم نود أن نؤكد لأبناء شعبنا وللعالم أجمع أن المقاومة اليوم قوية وناهضة، وأنها شقت طريقها ولا تستطيع كل قوى الاستكبار أن تقف في وجه المقاومة وإخمادها، لأن المقاومة بدأت فكرة، إلا أنها اليوم تحولت إلى ثقافة جيل عصي على الكسر والتهجين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وفك قيد أسرانا الأحرار، وآوي مطاردينا، وشافي جرحانا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لأرواح الشهداء الأبرار والمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.